قبل حوالي 500 عام شيدت قلعة مطرح. الهدف حماية عمان من أي غزو محتمل عبر البحر. من هنا كانت تنطلق صرخات التحذير ويتم تناقلها عبر أبراج خارج القلعة. شهدت القلعة استخدام أسلحة مختلفة على مدار السنين. إذن فزيارتنا إلى منطقة مطرح يجب أن تشمل قلعة مطرح، ولكن لا تكتمل إلا بزيارة سوق مطرح. هذه السوق الشعبية الأشهر في عمان، يقصدها السائحون والمشترون. أكثر من 1000 متجر في السوق وتتنوع منتجاتها. من بينها الملابس التقليدية. هنا أجيال عمانية توارثت التجارة. أجداد كانوا يشتغلون ذاك الأيام الأشياء الخشبية، البيبان القديمة والخناجر والفضيات وتغييرات، هو نفسه بس تغييرات الأشياء التراثية الفضية القديمة. أكثر شيء عندنا السواح من أوروبا، من ألمانيا. هاي تحف عماني مشهورة في العالم، يعني أشياء تراثية في العالم، يعني أفضل شيء عندنا، يعني السواح يحبونه، أشياء عمانية. التجارة والتاريخ تحت سقف واحد هنا في سوق مطرح.